الا ما كانوش عندك المواصفات باش تكون موديل ولا مانكار، واخا غادي يجيبوا لك اللباس، واخا غيديروا لك الفوتوشوب ما غاديش معاك. ما عندكمش حياه شخصيه كتحطوا كل شيء في السوشيال ميديا؟ تقدر بوتيتر، ولكن كيكون عندك بحال مثلا في انستغرام كيكون عندك ان كونت بروفيسيونيل وان كونت بيرسونيل. بور موا جي ان سول كونت، عندي كونت واحد اللي هو بيرسونيل و سي توجور بريفي. انا فاشن بلوغر، دونك خصني نحط اي حاجه اللي كتعلق بيا، اي حاجه اللي كتعلق بالدومين ديالي خصني نحطو في الانستغرام ولا في فيسبوك، باش بنادم يزيد يعرف شنو كاين في الدومين ويزيد يعرف الحياه الشخصيه ديالي. ولكن ما كنحطش زعما اي حاجه زعما الحياه العائليه ديالي. اوف كورس عندنا حياه شخصيه خاوه ديالي يا اخي، ولكن ماشي كلشي خاصو يتحط في السوشيال ميديا. اوف كورس الصراحه ماشي 100%، ولكن حنا كنحاولوا معاك نشاركوا حياتنا مع الناس باش هما يعرفوا حنا شنو كنعملوا ونعرفوا الناس شنو كيعملوا. حيت انا كيعجبني نكتشف بزاف الحوايج، فهمتيني، ونتعرف على الناس بزاف ونعرف حاجات جداد. كتبيع الصوره ديالكم بلا فائده مضافه؟ شنو هي لا فائده مضافه؟ ما فهمتش. وما ماشي بالضروره ممكن نستافدوا بعدا منها حنايا، يعني اول حاجه الا ما استفدناش ماديا كنستافدوا معنويا، حيت هذا لو دومين كيعجبنا حنا كنرتاحوا فيه، وماديا داكشي كيبقى شخصي، ما غاديش نحتاج نقول للناس شنو كنربح. تقدر بالنسبه للناس واحد اخرين تكون بلا فائده مضافه، ولكن بالنسبه لك انت تكون عندها الفائده. واحد كيولي يقدر راسو، كيولي يعجبو راسو، كتكبر ليه الثقه في راسو بزاف الحوايج. هادشي غير ديال الناس اللي عندهم فلوس، ماشي ضروري يكون عندك فلوس باش تكون فاشن ستايلست ولا شي حاجه. حتى انا في الاول ملي بديت ما كانوش عندي بزاف ديال الحوايج، يعني اي لبسه كانت عندي كنت كنبدل لبسه مع لبسه باش كنكري شي حاجه جديده، ولا كنزيد عليها دي موتيف صغار ولا شي حاجه. لا شكون قالها لكم؟ لا، اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها سواء بفلوس سواء بلا فلوس. اهم حاجه تكون انت باغي دير واحد الحاجه في الحياه. لا بالعكس، ماشي ضروري هادشي يكون عيد ديال الناس اللي عنده فلوس، حيت اصلا هذوك اللي ما عندوش فلوس كيعملوا شي حاجات اللي اصلا هذوك اللي عندهم فلوس ما كيعملوهاش. لا سمح لي، سمح لي، لا هادشي ديال الناس اللي عندهم التالنت كما كنقول. اي واحد عنده موهبه راه هادشي راه ديالو. ما تديروا تمجهود في هادشي لقيتوها سهله. ما كنديروا حتى شي مجهود في هادشي، خاص الواحد يبقى ياكل مزيان، يدير سبور، يكون عنده ان كونتاكت مع الناس، يعني يكون اجتماعي. غير في هادشي خاصك دير ان افور، وكل واحد والشخصيه ديالو، يعني كل واحد ولو دوغري ديال الافور اللي كيدير. هادشي راه ماشي ساهل، ضروري كاين شويه ديال التكرفيس الذهني وجسدي. لهلا يوريك، لهلا يوريك، راه هاد الدومين هذا راه خاصك تكون عندك اول حاجه التالنت، ثاني حاجه المجهود اللي كديرو نتايا، حيت ماشي اجي وكون موديل، ماشي ساهله. خصك تعرف كيفاش تمشى، كيفاش تقابل مع الكاميرا، كيفاش تواجه البوبليك ديالك، حيت احسن حاجه كتعطيك الموديلين هي انه كتعطيك واحد الكونفيدنس في الذات ديالك، كتخليك تايق في راسك وما كتخاف من حتى شي حاجه واحده اخرى، كيجي كل شيء ايزي من بعد. شوف مره الاولى كتجي صعيبه بحال خصك تحاول وتعاود وتعاود وتعاود. ما كتمثلوش الحقيقه، كل شيء فوتوشوب. ما اش غادي نقول لك، راه الحقيقه راه تيشوفوها الناس، راه الناس اللي تيشوفوا كما كيقول لك. الا ما كانش عندك الا ما كانوش عندك المواصفات باش تكون موديل ولا مانكا، راه واخا غادي يجيبوا لك اللباس، واخا غيديروا لك الفوتوشوب ما غاديش معاك. حيت كاين اللي واخا ديروا له التجميل ما تيجيش معاه التجميل، يعني هذا الشيء خص الانسان تيكون داك الشيء فطري. كاين وكاين، ماشي كلشي. مؤخرا ولا كلشي كيستعمل فوتوشوب، كلشي ولا كيستعمل هاد لي زابليكاسيون ديال اللي كيكونوا في التليفون. ولكن اللي مزيانه هي انه كيكونوا ملي كيكون شي فاشن شو كتبان في رياليتي انه ديك الموديل اللي راه هكاك دايره ماشي فوتوشوب هي ولا فوتوشوب هي ولا شي حاجه. سو كاين وكاين، ما نعمموش. كتورطوا الناس باش يبقاو يضيعوا الفلوس، والصراحه اللي عنده فلوس وما عندهم يعني ما كيستافدش من الله، وما يضيعها في شي حاجه اللي يقدر يغرق وينقد بها راسو، حسن الله وما يستفيد منها، فهمتيني. اما فلوس محطوطه ما غادي ما يدير بها. شوف انا بالنسبه لي اللهم ضيع الفلوس ديالي في الحوايج اللي غادي يبقاو لي، ام غانا في فيري كومفورتبل اون ديم، ولا نمشي نضيعهم في شي حاجه اللي ما عندها حتى معنى، ولا الحشيش ولا الكره ولا شي حاجه.
شي راه فن الخوري، شي راه فن، فهمت؟ ما كاينش ضياع الفلوس في هذا الشيء، بالعكس راه كيما بنادم كيغني، كيما بنادم كيمثل، كيما بنادم كيدير الموديلين، راه كل حاجه والدومين ديالها. بالعكس لو الناس عندهم عقلهم اللي بغى يضيع الفلوس كيضيعها، ما كنضربو حتى شي حد على يده. وشكرا، ميرسي.